فاطمه طالب رابعة من بغداد هذه نشرة الأنباء نبدأها معكم من العناوين. رئيس جهاز الأمن الوطني يحضر متظاهري واسط من حرف التظاهرات عن سلميتها ويؤكد حلحلة المشاكل وفقا لطرق المشروع. سيد الصدر يرفض الاعتداء على القوات الأمنية ويؤكد أهمية الحفاظ على هيبة الدولة. من بغداد إلى سامراء والأنبار عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش الإرهابية. برزان يؤكد أن المشكلة مع بغداد لا تقتصر على الرواتب ويصف طلب تسليم ملف النفط لبغداد بغير الدستورية اهلا بكم في التفاصيل تحذيرات رئيس جهاز الامن الوطني عبد الغني الاسدي من جهات تحاول حرف تظاهرات عن مسارها السلمي قال الاسد خلال لقائه المتظاهرين في واسط ان الحكومه تسعى لحلحله المشاكل والمطالب وفقا للطرق المشروعه مؤكدا ان التظاهرات حق مكفول شريطه الالتزام بالسلميه هذا وكان الاسد قد وصل الى محافظه واسط بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحه للوقوف على التطورات الامنيه والاطلاع على ملابسات الاحداث التي رافقت التظاهرات وكانت خليه الاعلام الامني اعلنت القبض على عدد من المتهمين للتحقيق معهم بشان الاحداث التي رافقت التظاهرات في المحافظه. الخليه في بيان لها ذكرت ان القوات الامنيه فتحت تحقيقا في الاحداث التي شهدتها المحافظه خلال اليومين الماضيين مشيره الى ان القوات الامنيه سجلت نحو 150 اصابه بين صفوفها بينهم ثلاثه اصابات إصابتهم خطر بعد طعنهم بالسكاكين مبينة أن القوات الأمنية ألقت القبض على متهم بحوزته سلاح ناري فوق أحد أسطح البنايات. من جهة أخرى شدد السيد مقتدى الصدر على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة وعدم التعدي عليها من أي طرف كان. السيد الصدر في مؤتمر صحفي دعا لتقوية الجيش والشرطة والدفاع عنهم. نحن مع هيبة الدولة. لذلك أكرر انه ضروره المحافظه على هيبه الدوله من اي طرف كان مهما كان مهما على او دنا من السياسيين من الشعب من المتظاهرين من غيرهم من الدول الاخرى المجاوره وغير المجاوره يجب عليها ان تحفظ هيبه دوله العراق القوات الامنيه تدافع عن سياده العراق عن استقلال العراق عن الشعب العراقي عن الوطن فلا أقبل بالتعدي على القوات الأمنية ولو بشعرة واحدة كما طالب السيد الصدر بالتصدي للمندسين ودعاة العنف من المتظاهرين مؤكدا دعمه للتظاهرات الإصلاحية شريطة أن تكون سلمية بعيدا عن قطع الطرق والتجاوز على مؤسسة الدولة أشد على يد القوات الأمنية واؤكد على الاخ الكاظمي دعمهم اؤكد ان على الاخ الكاظمي دعمهم دعم القوات الامنيه بكافه اصنافهم للتصدي للمندسين ودعاة العنف من المتظاهرين والمشاغبين فالوطن كافي عنف كافي قتل كافي ارهاب كافي احتلال خل نعيش بسلم وامان وفي ذي جدد العشرات من خريجي معاهد النفط تظاهراتهم امام مبنى شركه النفط المتظاهرون اكدوا استمرارهم بوقفاتهم الاحتجاجيه لحين التفات الحكومه المركزيه والمحليه لهم والاستجابه لمطالبهم بالتعيين معتصمين خويجين شركة نفط قار على مدار تسعة أشهر متتالية اليوم يحدث في مدينة الناصرية استنفار تام من قبل معتصمين خريجين أمام شركة نفط قار الذين يقابلون من قبل الحكومة المركزية والحكومة المحلية بالتسويف والمماطلة على طيلة هذه الأشهر المتتالية أسفا لم نرى تدخل من نواب محافظة قار قضيتنا باختصار إحنا ناس بعيدين عن الميزانية على شركة الأرباح باعتبار شركة نفط قار شركة مموله ذاتيا مدير الشركة أو عزل خلية الازمه يا يا ناس يا عالم انا عندي فلوس وعندي اماكن ومقاعد اللي تستقطب اعدادهم وتخصصاتهم لكن للاسف موقف الوزير والسيد دولة رئيس الوزراء لم نرى منهم حلا ينصف الخريجين المعتصمين المهمشين اصحاب الحقوق احنا خريجين من كافه الاختصاص وبالذات اسال معاهد التقنيه صار لنا سبع اشهر قاعدين في باب شركه نفط قار لحد الان استاذ علي خير يقول تخصيص مالي درجات وظيفيه مجرد استثناء الوزير النفط ما قابل علينا ليش احنا هنا مظلومين ليش مهمش دورنا كخريجين نواب الناصرية 19 نائب عندنا محافظ ذي قار لحد الان مهمشين دورنا مطالبنا درجات الحذف والاستحداث اللي موجوده بمحافظه ذي قار بالدوائر اللي منقوليه الصلاحيه محافظه ذي قار حسب ما اقرها مجلس النواب عقرها محافظه منكوبه بقرار 17 وفي العمليات العسكرية لمطاردة فلول داعش الإرهابي حدد المتحدث باسم العمليات المشتركة لوقت تحسين الخفاجي أبعاد العمليات الأمنية بين ثلاث محافظات وقال الخفاجي إن القوات الأمنية شرعت بعملية أمنية واسعة واستراتيجية لتطهير المناطق من عصابات داعش الإرهابي وضبط وأحكام الحدود الفاصلة بين القيادات مبينا أن, أن أبعاد العمليات الاستراتيجية والأمنية هو تأمين الحدود بين قواطع العمليات ورصد تواجد الإرهابي أن العمليات التي انطلقت جاءت لتحديد تحركات وتواجد عصابات داعش الإرهابي بالإضافة إلى تأمين الحدود الفاصلة لاسيما ما بين قيادة عمليات بغداد وسامراء والأنبار وكانت عملية أمنية مشتركة واسعة انطلقت صباح اليوم لتفتيش مناطق غربي بغداد وجزيرة القرمة وشرقي بحيرة الثرثار. قناة الإعلام الأمني في بيان لها قالت أن العملية شرعت بها قيادة العمليات في بغداد وسمراء والأنبار بالاشتراك مع تشكيلات الحشد الشعبي وباسناد طيران الجيش والقوة الجوية. تنفذ القوات العراقية بصورة متواصلة عمليات أمنية وعسكرية في محافظات عدة لتعقب فلول عصابات داعش الإرهابية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار بإشراف وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة خلية الإعلام الأمني أعلنت أن العملية الأمنية الكبرى التي انطلقت في سمراء والأنبار ومناطق غرب بغداد وجزيرة القرمة وشرق بحيرة الثرثار شرعت بها قيادات العمليات وبالاشتراك مع تشكيلات الحشد الشعبي وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية هذه العملية تأتي متوازية مع عمليات عسكرية تنفذها القوات الأمنية لتأمين الحدود ومنع تسلل الجماعات الإرهابية العمليات العسكرية تهدف إلى على حواضن عصابات داعش في المناطق التي تستخدمها كمنطلق للعمليات الإرهابية التي تستهدف القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء تها محمد العراقيه الاخباريه امنيا ايضا عثرت قوه من اللواء 52 بالحشد الشعبي والجيش على سياره مفخخه شرقيه صلاح الدين وكانت السياره متروكه في جبال ابتير الشرقيه المحافظه حيث تم التحرك نحوها من قبل القوه المذكوره بناء على معلومات استخباريه اذ قامت مفارز مكافحه المتفجرات في الحشد بتفكيكها وحرقها أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية اليوم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين متخفيا مع رعاة الأغنام وهو أحد عناصر التفخيخ في محافظة الأنبار المديرية قالت في بيان إن أنه تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين متخفيا مع رعاة الأغنام ومحاولا عبور جزيرة تيرا باتجاه صحراء الشامية وأضاف البيان أنه عنصر من عناصر التفخيخ في قاطع عكشات كما عمل منسق الرباط والمؤازرة للدولة لا إسلامية في منطقة الصقرة في قضاء عانة وفي كركوك عثرت القوات الأمنية على ستة أوكار لعصابات داعش الإرهابي جنوبي المحافظة الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة لواء يحيى رسول قال إن المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة نفذ في كركوك واجبا للبحث والتفتيش تم خلاله العثور على ستة أوكار جديدة في المنطقة المحصورة بين قرية ينبس وقرية سيغان البحر المحاذية لوادي الكور جنوبية كركوك وزاره الداخليه بدورها اعلنت حصيله الممارسات الامنيه في محافظتي البصره وصلاح الدين وقالت في بيان ان مديريه شرطه البصره ألقت القبض على متهم بترويج المواد المخدره بالجرم المشهود وضبطت بحوزته ماده مخدره وعلى صعيد منفصل ذكرت ان مديريه شرطه صلاح الدين ألقت القبض على 21 متهمًا خلال الممارسات الامنيه وان القوات الامنيه نفذت حمله لملاحقه المطلوبين شملت عددا من اقضيه المحافظه حيث اسفرت عن القاء القبض على واحد متهما بمواد قانونية مختلفة وفي التجاوزات التركية على الأراضي العراقية أعلنت تركيا اليوم إطلاق عمليات عسكرية جديدة ضد أهداف حزب العمال الكردستاني شمالي العراق ذكرت وزاره الدفاع التركيه في بيان ان العمليه الجديده التي تحمل اسم مخلب النسر اثنان انطلقت الليله الماضيه في منطقه قاره العراقيه مضيفه ان عناصر حزب العمال يتكبدون خسائر ملموسه وفي القرارات القضائية أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة حكما بالسجن لمدة خمسة عشرة سنة وغرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار لثلاثة مدانين بجريمة الترويج وتعاطي المواد المخدرة كما أصدرت محكمة جناية الموصل حكما بالإعدام شنقا على إرهابي يعمل في إصدار الأحكام لما يسمى بالمحكمة الشرعية لعصابة داعشة وفي ميسان صدقت محكمة تحقيق قضاء قلعة صالح أقوال متهم بجريمة قتل أولاده الثلاثة جنوبية المحافظة كما أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ أحكاما على كل من مدير المصرف الزراعي العراقي ومدير المصرف الزراعي في تكريت وأربعة موظفين آخرين بالسجن ست سنوات ذكر المركز الإعلامي للقضاء أن الأحكام الصادرة جاءت نتيجة تقاضي المتهمين مبالغ مالية كرشوة وفي ملف الأزمة بين بغداد وأربيل عبر, عبر رئيس إقليم كردستان مسرور برزاني عن رفضه لطلب بغداد بشأن تسليم النفط واصفا إياه بأنه غير دستوري وقال برزاني في مؤتمر صحفي أن العراق يمر بظروف صعبة وأن حكومته طالبت بتضمين الاتفاق بين أربيل وبغداد بتسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا أو إقيامه مع نصف واردات المعابر إلى الحكومة الاتحادية وأضاف أن مشكلة الإقليم ليست فقط الموازنة أنما هناك مشاكل أخرى مثل المصاريف السيادية والتقاعد ومستحقات قوات البيشمركة والاستثمارات أضاف أن المادة الأربعين بعد المئة من الدستور لم تطبق لغاية الآن اللجنة المالية عقدت اجتماعها الخامس والأربعين لمناقشة مسودة قانون الموازنة للعام الحالي هذا وبحثت المالية يوم أمس ملف القروض الخارجية بما يشمل المشاريع المستمرة وذات الجدوى الاقتصادية أصوتت اللجنة على إعادة تخصيص مبلغ 400 مليار دينار لإكمال ميناء الفاو الكبير النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد عد موازنة العام الحالي بأنها الأكثر واقعية وخدمة للمواطن، أنها تعتمد على القطاعات الصناعية والزراعية. الحداد أشار في تصريح للعراقية الإخبارية إلى أن الاجتماعات الأخيرة للوفد الكردستاني وصلت إلى مراحل متقدمة معرباً عن أمله في حسم ملف حصة الإقليم بشكل تام. الموازنة لهذا العام تتميز وتفرق عن الموازنات السابقة بأنها أكثر واقعية وأكثر خدمة للقطاع الخدمي وأيضا تشجيعة للقطاعات الزراعية والصناعية الشيء الأهم اللي بها رفع نسبة الموازنة الاستثمارية بالمقابل للموازنة التشغيلية وتخفيض نسبة النفقات ونسبة العجز وأيضا نسبة القروض وفيما يخص حصة تقليم كردستان نعم حصة تقليم كردستان أيضا هذه يعني تقريبا الحديث عنه والاجتماعات والتفاهمات بين وفد حكومة تقليم كردستان واللجنة المالية ومع الحكومة الاتحادية أيضا مستمرة ونأمل نأمل أنه خلال, خلال وقت قصير وأيام قليلة التوصل إلى اتفاق تام في موضوع رواتب الموظفين اكدت اللجنه الماليه النيابيه ان الرواتب لشهر شباط الحالي ستصرف في موعدها وبدون اي تاخير الماليه في بيان لها توقعت اقرار مشروع القانون بدايه الاسبوع المقبل لافته الى ان رواتب شهر شباط سيتم اطلاقها في موعدها المحدد حالها حال رواتب كانون الثاني الماضي من المؤمل أن يصل مشروع قانون موازنة عام 2021 إلى البرلمان في غضون 48 ساعة كي يخضع للتصويت وسط مخاوف من انعكاس الخلافات السياسية على تمرير القانون رغم الاتفاق على معظم مواده ترجيحات نيابيه من داخل اللجنه الماليه تتحدث عن امكانيه ارسال الموازنه الى البرلمان خلال اليومين المقبلين بعد الانتهاء من جميع التعديلات للمواد الاصليه والاضافات الجديده في مسوده الموازنه. نحن اليوم كملنا تقريبا احتمال جلسه يعني يوم غد صباحا نكمل كل شيء. وتبقى المسألة على رئاسة مجلس النواب لتحديد جلسة خاصة للتصويت على المشروع لكي يصبح قانون بعض الفقرات اللي عدلنا بها يعني تم تأجيلها في البداية والآن هسه يعني من ضمنها القروض اللي مستمرة مثلا اليوم البطاقة التأمينية لمفردات البطاقة التأمينية أكو يعني احد المفردات من البطاقه التوميه هو من اصل قرض خارجي وهذه القروض هي يعني اذا كانت مستمره احنا يعني دعمناها وتنتظر الكتل الكرديه رد الكتل الشيعيه على حصه الاقليم في الموازنه على ان تكون الماده قابله للتنفيذ وبعيدا عن المزاجات السياسيه فيما يرجح نواب استنساخ تجربه قانون تمويل العجز مع الاقليم في موازنه العام الحالي نتمني ان ياتوا لنا بنص قابل للتطبيق لانه ظرف او الملف النفطي في الاقليم مر بمراحل والان ينبغي ان نتدارك هل نستطيع أو يستطيع الأقليم تسليم كل النفط أم لا نواب في اللجنة كشفوا للعراقية الإخبارية عن زيادة مواد الموازنة إلى أكثر من سبعين مادة جلها تتحدث عن إضافة تخصيصات مالية لشرائح مجتمعية مهمة قابلة وملزمة للتطبيق بعد تشريع الموازنة وتتخوف اللجنه الماليه النيابيه من انعكاس الاختلافات السياسيه بين الكتل على تمرير الموازنه بعد الاتفاق على معظم موادها لا سيما بعد ترجيحات تتحدث عن امكانيه ارسال الموازنه الى البرلمان خلال اليومين المقبلين سجاد الموسوي العراقيه الاخباريه بغداد أعلنت مفوضية الانتخابات وضع آليات جديدة لعملية التسجيل البيومتري وتتيح الآلية الجديدة تسهيل الإجراءات للناخبين المشمولين بالتصويت العام والمقيمين في محافظات غير محافظاتهم الأصلية في التسجيل في أي محافظة يتواجدون فيها على وفق بياناتهم في محافظاتهم الأصلية، كما تتضمن الإجراءات السماح للأبناء بإجراء عملية تغيير مركز الاقتراع من دائرة إلى دائرة أخرى داخل المحافظة أو من محافظة إلى أخرى استثناء من حالات ايقاف التغيير بدورها اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعدادها التام لاجراء الانتخابات بموعدها المحدد في العاشر من تشرين الاول المقبل، الناطقه باسم المفوضيه جمان الغلاي اشارت الى انه تم توزيع اكثر من 13 مليون بطاقه بيومتريه من اصل 15 مليونا اما المحدثون لبطاقاتهم فوصل عددهم الى 719 الف ناخب مشيره الى انه تم تسيير فرق جواله الى النازحين أتم عمل بطاقه انتخابيه لهم بعدد سبعه الاف وستمائه واربعه وثلاثين ناخبا نازحا مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي أكد أن الأمم المتحدة لن تتدخل في العملية الانتخابية ولا بإدارتها الهنداوي قال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن العراقيين هم من يقومون بإدارة الانتخابات في جميع مراحلها مشيرا إلى أن المرجعية الدينية تحدثت عن إشراف الأمم المتحدة ومراقبة الانتخابات إلا أنه من الناحية العملية فإن وزارة الخارجية طلبت المراقبة فقط جهود كبيرة تبذلها مفوضيه الانتخابات لاكمال اكبر عدد ممكن من تحديث سجلات الناخبين عن طريق مراكز التسجيل بالاضافه الى ارسال فرق جواله للمناطق السكنيه هذه الجهود رافقتها اقامه ندوات تثقيفيه وتوعويه لحث المواطنين على ضروره تحديث سجلاتهم البيومتريه استعدادا للانتخابات المقبله على قدم وساق تستمر عمليات تحديث البطاقات الانتخابيه بايومتريا اذ المفوضيه ارتفاعا ملحوظا بنسب التحديث مع الاجراءات التي اتخذتها المفوضيه من فرق جواله وندوات تثقيفيه وتوعويه قام مكتب الرصافه بنشر اكثر من 125 الى 150 فرقه جواله داخل مؤسسات الدوله والمناطق السكنيه وكذلك هناك مراكز ثابته في عموم مناطق الرصافه النسب في تصاعد ونتوقع ان تصل الى اكثر من 50% في الوقت القريب في جانب الرصافه واكثر من 65 او, 60 او اكثر من 60% في عموم العراق ان شاء الله هذه النسب كما قلنا تتصاعد بفضل جهود موظفين مفوضية أكثر من 125 إلى 150 فرقة جوالة تسعى في المناطق السكنية ومختلف مؤسسات الدولة في حين أشر جانب الرصافة والذي يعادل سكانيا تعداد ثلاث محافظات ارتفاعا بعدد المحدثين لبياناتهم عمليه تسجيل بايومتري لغايه الاول من نيسان المقبل ستستمر عمليه التسجيل ومكتب الرصافه في طليعه المكاتب المحافظات في نسب التسجيل البيومتري وتوزيع بطاقه الناخب البايومتري ومتواصلين ايضا في فتح قنوات اتصال مع المؤسسات الحكوميه الاخرى في جميع وزارات الدوله والجامعات والمدارس ومنظمات المجتمع المدني لزياده نسبه التسجيل البيومتري وضمان حق المشاركه في الانتخابات المزمع اجراءها في العاشر من تشرين الاول المقبل. وتستهدف المفوضية من التسجيل البيومتري تهيئة سجل ناخبين رصين ودقيق ومحكم يضمن حق الناخب في المشاركة دون سواه من بغداد زيد الطائي قناة العراقية الإخبارية في ملف ازمه فيروس كورونا ومع ارتفاع نسب الاصابه بوباء كورونا والتهاون في تطبيق الاحتياطات الوقائيه من قبل المواطنين والمؤسسات الحكوميه وغير الحكوميه، اعلنت وزاره الصحه عن تقديم حزمه من الاجراءات المقترحه الى اللجنه العليا للصحه والسلامه الوطنيه لمناقشه واقرارها. في الاجتماع القادم الوزاره في بيان لها اشارت الى ان الحزمه اوليه وهناك مقترحات اخرى تشمل اجراءات اشد صرامه اذا استمر الوضع الوبائي بالتدهور. ودعت الوزاره الجهات الصحيه بتجديد الرقابه على المطاعم والمقاهي والمولات والمتنزهات واتخاذ الاجراءات العقابيه المناسبه لحق المخالفين. هذا وتواصل اصابات كورونا اليوميه ارتفاعها حيث سجلت وزاره الصحه 2282 اصابه جديده في عموم البلاد. الوزاره في بيان لها اكدت تماثل 802 للشفاء فيما بلغ عدد الوفيات ست حالات خلال ال 24 ساعه الماضيه. مع ازدياد اعداد الاصابه بفيروس كورونا في عموم البلاد تشهد مدينه تلعفر اهمالا كبيرا. لأبسط الإجراءات الوقائية من قبل المواطنين، إضافة إلى عدم مراجعة المؤسسات الصحية لإجراء المسحات، التأكد من سلامتهم الصحية. مع ازدياد أعداد الإصابات في عموم البلاد، تشهد مدينة اللحفر إهمالاً كبيراً لأبسط الإجراءات الوقائية من قبل المواطنين، إضافة إلى عدم مراجعة المؤسسات الصحية حتى في حال ظهور بعض أعراض الإصابة. بفيروس كورونا والله التهاون موجود كلنا متهاونين بالمرض والمرض منتشر يعني اكو ناس يقول المرض موجود والله المرض موجود أنا يعني كلنا متهاونين هسه احنا سنة شوف الإزدحام هذا اثنين ثلاثه لابسين كمامات والباقي ما حد لابس كمامه هذا طبعا وماكو مراقبه هسه لو اكو مراقبه, مراقبة اكو جهات امنيه هنا الما لابس كمامه يطلعوا من السله والله الازدحامات احنا الى متى نبقى هيك يعني عندك مراجعة تجي على المرور نفس الحال بروح كنا بالفحص هم ازدحام نجي على الضريبة ازدحام والله هو هذا يجمع الأمراض ويجمع الأوبية اللي نريد المواطن واللي حتى عليه الالتزام بلبس الكمامات ولبس الكفوف والتباعد الاجتماعي ويعني توصيات خلية الأزمة ولو يعني التزام ليس بالمستوى المطلوب لكن نتمنى يعني يرقى إلى مستوى مطلوب كما ان اقامه المناسبات والتجمعات مستمره من دون مراعاه التباعد الاجتماعي على الرغم من التحذيرات الكثيره من قبل المؤسسات الصحيه شكلنا عدد من الفرق الصحيه لغرض اخذ المسحات العشوائيه من المواطنين الا ان الاستجابه ضعيفه جدا وهناك تهرب من اخذ المسحات الا اننا ما زلنا مستمرين بتوعيه المواطنين من خلال شعبه تعزيز الصحه وذلك لابعاد زياده عدد الاصابات لان هناك اهمال واضح وكبير من المواطنين من خلال تجمعات الكبيره واقامه المناسبات المستمره مع الاسف دون مراعاة الاجراءات الوقائيه. ازدياد اعداد الاصابات في عموم البلاد مؤشر ينبغي التوقف عنده والتركيز اكثر على التجارب الناجحه في مناطق اخرى والاستفاده منها على الرغم من ازدياد معدل الإصابات بفيروس كورونا في مختلف محافظات البلاد إلا أن هناك تهاون كبير من قبل المواطنين في قضايا اللحفر وذلك من خلال إقامة المناسبات والمراجعات للدوائر بدون التزام لأبسط الإجراءات الوقائية من قضايا اللحفر نور فاضل العراقية الإخبارية الحكومه المحليه في البصره تبرم عقدا مع احدى الشركات الاجنبيه المتخصصه لاستيراد عدد من سيارات الاسعاف لتوزيعها على مستشفيات المركز والاقضيه والنواحي بالتعاون مع دائره صحه المحافظه من اجل سد النقص الحاصل في مستشفيات المحافظه ابرمت الحكومه المحليه في البصره عقدا مع احدى الشركات الاجنبيه المتخصصه لاستيراد عدد من سيارات الاسعاف المجهزه بكامل المعدات الطبيه لتوزيعها بالتعاون مع دائره الصحه على مستشفيات المركز والاقضيه والنواحي كما تعلمون ان قطاع الصحه يحتل اهميه كبيره في الوقت الحاضر لذلك عمليه الدعم مستمره لهذا القطاع وهي ليست جديده هنالك خطه سنويه تعد من محافظه لدعم قطاع الصحه عقد مبرم مع احدى الشركات الاجنبيه لتوريد في الوجبه الحاليه هي 15 سياره اسعاف مجهزه بكل المستلزمات الطبيه لغرض التعاون مع دائره الصحه في توزيع هذه الاسعافات في مركز وأقضية محافظة البصرة دائرة صحة البصرة كشفت عن تعاون دائم بين دوائرها وديوان المحافظة لتجهيز المستشفيات بمختلف الأجهزة الطبية بالإضافة إلى إعدادها خطة لاستلام سيارات الإسعاف وتوزيعها على المستشفيات المستحقة محافظة البصرة راعية وباستمرار في توصيل أي طلبات من دائرة صحة البصرة وإن شاء الله هناك ستشهد إسعافات سيارات عجلات إسعاف قريبة إلى دار صحة البصرة سوف يتم استلامها وتوزيعها وأيضا هناك مبالغ مالية رصدت إلى دار صحة البصرة لشراء المستلزمات والأدوية الضرورية إلى دار صحة البصرة وإلى المستشفيات كافة والمراكز الصحية قطاع مهم وحيوي مثل القطاع الصحي يحتاج دائما الى الدعم وعلى كافه المستويات خصوصا وان البلاد تمر بمرحله حرجه بعد الارتفاع الملموس باعداد المصابين بفيروس كورونا ما يدعو الجميع الى التكاتف من اجل الخروج من هذه المرحله باقل الاضرار. لقناه العراقيه الاخباريه هيثم هاشم البصره. وفي الأخبار الدولية والإقليمية أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران انتصرت في مواجهة الضغوط الأمريكية رغم ظروف الحرب الاقتصادية التي تشهدها البلاد منذ ثلاث سنوات. روحاني خلال كلمة في الذكرى الثانية والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية قال إن إيران سجلت أعلى نسبة مئوية في النمو الاقتصادي قبل انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. وفي شأن آخر أخفق مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على بيان مشترك بشأن سوريا عقد المجلس جلسة مشاورات مغلقة حول التسوية السياسية للأزمة السورية تعتبر الأولى من نوعها منذ وقت طويل وكان موفد الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بريدرسون دعا إلى توحيد الموقف لكسر الجمود المسيطر على الملف السوري رحب رئيس وزراء السلطه الفلسطينيه محمد اشتي بنجاح الحوار الوطني الذي اختتم جلسته في القاهره، وقال اشتي ان مخرجات اجتماعات القاهره ستسهم في طي صفحه الانقسام واكساب الحاله الوطنيه المزيد من المناعه في مواجهه التحديات، هذا واختتمت جلسات الحوار الوطني باتفاق المجتمعين على اجراء الانتخابات التشريعيه في ايار المقبل والمضي قدما نحو اجراء الانتخابات الرئاسيه. أعلن مجلس الأمن الدولي دعمه للسلطات الانتقالية الجديدة في ليبيا معتبرا الاتفاق إنجازا على صعيد المسار السياسي ودعا المجلس في بيان للسلطة التنفيذية الانتقالية في ليبيا إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة وجامعة وإطلاق مصالحة وطنية شاملة كما شدد على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار والمضي قدما في انسحاب كل القوات الأجنبية كشفت تقارير صحفية عن بيع بريطانيا أسلحة ومعدات عسكرية إلى السعودية على مدار الأشهر الستة الأخيرة بقيمة مليار وأربعمائة ألف مليون جنيه استرليني ويأتي الكشف عن هذه الأرقام في وقت تتزايد فيه دعوات بضرورة مراجعة الحكومة لمبيعات الأسلحة إلى الرياض عقب قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف الدعم الذي كانت تقدمه واشنطن للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن كشفت وزارة الدفاع التركية عن مقترح لتفعيل جزئي للصواريخ الروسية اس 400 خلال مفاوضات مرتقبه في واشنطن اقل وزير الدفاع خلوصي اوكار ان بلاده مستعده للتفاوض بشان المنظومه وعدم استخدامها هذا وكانت واشنطن قد فرضت اخر العام الماضي عقوبات على انقره بسبب الصواريخ وابعدتها عن المشاركه في برنامج انتاج الطائره الحربيه اف 530 اقترح وزير الخارجيه خارجيه الاتحاد الاوروبي جوزيف بوريل فرض عقوبات على روسيا بعدما رفضت محاولاته الساعيه الى التعاون خلال زيارته الرسميه الاخيره. وقال بوريل في البرلمان الاوروبي انه يتعين على الدول الاعضاء ان تقرر الخطوه التاليه التي تشمل عقوبات هذا وكان بوريل قد اعرب عن قلقه من رفض السلطات الروسيه البدء بحوار مع التكتل الاوروبي. دعت أغلبية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن إلى الضغط على تركيا من أجل حماية حقوق الإنسان وقع 54 من أعضاء المجلس على رسالة التي اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتهميش المعارضة وإسكات وسائل الإعلام الناقدة وشن حملة تطهير في صفوف القضاة المستقلين صوت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح إجراء محاكمة كاملة لرئيس السابق دونالد ترامب هذا وكان المجلس قد صوت بأغلبية 65 صوتا مقابل معارضة 44 صوتا لصالح دستورية محاكمة ترامب إلى ذلك أكدت مصادر أمريكية تجديد الإجراءات الأمنية حول الكونغرس قبيل المحاكمة كإجراء احترازي في ظل وجود مخاوف من إعمال عنف قد تشهدها المنطقة فيما وجهت اتهامات إلى أكثر من 200 شخص على خلفية أعمال العنف التي وقعت في واشنطن في السادس من الشهر الماضي أصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يحاكم بعد مغادرة السلطة علينا أن نقاتل بشراسة وإذا لم تقاتلوا بشراسة ستخسرون بلدكم الكلمات هذه التي ألقاها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في السادس من كانون الثاني الماضي أمام حشود مؤيديه قبل أن يقتحموا مبنى الكونغرس بقليل تشكل نقطة التركيز الرئيسية في محاكمة عزله الثانية في مجلس الشيوخ، إذ يرى الديمقراطيون الذين يشكلون فريق الدفاع إن كلمات الرئيس تلك دليل واضح على ضلوعه في تحريض مؤيديه على مهاجمة الكابيتول محاكمة عزله القادمة فريدة من نوعها، أولاً لأنها محاكمة عزل ثانية تقام ضد الرئيس دونالد ترامب، وثانياً لأنه لم يعد رئيساً، ونحن لم نقم قط بمحاكمة عزل رئاسية بعد أن ترك الرئيس منصبه فريق الدفاع من جانبه اعتبر القضيه مجرد مسرحيه سياسيه متهمًا أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين باستغلال الفوضى والصدمه التي أحدثتها أعمال الشغب لتحقيق مكاسب حزبيه واحتج فريق الدفاع بأن الدستور الأمريكي يكفل حريه التعبير وأن الرئيس السابق كان يملك حق التشكيك في نتائج الانتخابات لم يسبق في تاريخ الولايات المتحدة، لم يحدث أبداً أن يخضع رئيس سابق لمحاكمة عزل في مجلس الشيوخ، وسوف يقضي الجمهوريون الكثير من وقت هذه المحاكمة وهم يجادلون بأن هناك سبباً لذلك، وأن هذا خارج حدود الدستور، وأن هذه ليست سابقة يجب وضعها. المحاكمة التي تم الاتفاق على قواعدها بين الطرفين ستتيح 16 ساعة لكل فريق لتقديم أدلته. ويتوقع المراقبون ان اليوم الاول من المحاكمه سيجادل خلاله فريق الدفاع عن ترامب قانونيه اجراء محاكمه عزل لرئيس غادر منصبه. نتيجه محاكمه العزل تبدو محسومه حتى قبل ان تبدا، اذ يحتاج حكم الادانه الى تصويت ثلثي اعضاء مجلس الشيوخ، وحتى الان لا مؤشرات على ان عشرة اعضاء جمهوريين في المجلس سيتخلون عن ترامب ويصوتون لادانته. زينة إبراهيم للعراقية الإخبارية من العاصمة الأمريكية واشنطن وهذه عودة إلى الشأن المحلي حيث انطلقت في بغداد حملات خدمية لإزالة التجاوزات والتسابق على اختيار أجمل شارع وزقاق بهدف النهوض بالواقع الجمالي للعاصمة من بين هذه الأنقاض التي تنتظر أياد تمتد لإزالتها تطلق بعض مديريات البلديات حملات لإعادة حياة أفضل للأزقة والشوارع ليس ضمن قاطع فقط بلدية الصدر وإنما في جميع مناطق بغداد هذه الحملة إن شاء الله ستكون أيام قادمة في منطقة الحرية وفي منطقه الكاظميه وفي منطقه الدوره وفي منطقه العظميه قمنا بدعمهم في مجال قطاع النظافه ورفع النفايات كذلك تنظيف المنهولات والمشبكات وكذلك ترميم المقرنص المتضرر والقالب الجانبي وتوزيع الشتلات والنباتات بين المواطنين حمله نهضه بغداد لاجمل شارع وزقاق مبادره من الامانه المسؤوله عن العاصمه وبدعم من منظمة اليونسيف وإشراف دائرة بلدية الصدر الثانية كهربائيات زهور شغلات ونتمنى أنه كل تبادر مثل ما بادرنا وهذا انه مو مو الواحد. مبادرة حلوة في مدينة الصدر بالمشاركة مع أمانة بغداد ومجموعة بلديات والهلال الأحمر والشرطة المجتمعية واليونسيف فيا ريت كل الازقه يعني تقوم بهذه المشاركه بتزيين الازقه بالورد والاشياء الجميله يعني تخلي الانسان يرتاح نفسيا. هذا الزقاق اختلف مظهره عما كان عليه في السابق وبدت الطفوله اكثر سعاده بهكذا مبادرات علها تكون نقطه ضوء في عتمه خدميه. من بغداد منشد الاسدي العراقيه الاخباريه. الترهل الوظيفي وضعف الانتاج اسباب ضعفت خسائر شركات وزاره الصناعه والمعادن التي تعاني الاهمال. واقع دفع المختصين الى المطالبه بضروره تفعيل قانون حمايه المنتج المحلي لاحياء الصناعه المحليه واعاده عجله الانتاج للدوران. آله الصناعه في البلاد شبه متوقفه وعشرات الشركات التابعه لوزاره الصناعه تعاني الاهمال وغياب الدعم الحكومي. أما التي تعمل فتعاني أيضا من عدم إقبال الوزارات على منتجاتها بذهابها إلى القطاع الخاص لسد احتياجاتها وعدم تشجيع المنتج الوطني أعطيك مثل أنه شركة الفارس العامة بإمكانها تغذي كل محافظة العراق محطات تصفية المياه ولكن التسويق التسويق يعتمدون على الدول الجوار وعلى السوق المحلية وتركين. القطاع الحكومي وبالتالي يجب الاخذ بنظر الاعتبار قانون حمايه المنتج يجب ان يفعل بصوره دقيقه متخصصون اكدوا ان تطوير الصناعه يحتاج الى خطط استراتيجيه واعاده تاهيل الشركات المتوقفه وتفعيل قانون حمايه المنتج الوطني احياء وزاره الصناعه بهذه الامكانيات المتوفره عد مستحيل فيجب ان يوجد طريقه اخرى تقليص المؤسسات مالها دراسة أيهما أو الأولوية لعملية الإعادة الإعمار أو التجديد بترك المياويات منتهي هناك معامل داخل وزارة الفوسفات الحديد والصلب الإطارات البطاريات يعني هذه أصبحت كلها سكراب سكراب الترهل الوظيفي في أغلب شركات وزارة الصناعة مع ضعف الإنتاج مشكلة بحسب متخصصين قد تثقل كاهل الوزارة الأمر الذي يحتاج إلى إدخال القطاع الخاص شريكا أساسيا معها لإنعاش آلة الصناعة التي تعاني من موت سريري علي الأحمد العراقية الإخبارية بغداد نذكر بالعناوين رئيس جهاز الأمن الوطني يحذر متظاهر واسط من حرف التظاهرات عن سلميتها ويؤكد حلحلة المشاكل وفقا للطرق المشروعة. السيد الصدر يرفض الاعتداء على القوات الأمنية ويؤكد أهمية الحفاظ على هيبة الدولة. بغداد إلى سمراء والأنبار عملية أمنية واسعة لملاحقة فلول داعش الإرهابية وتابعتم بارزان يؤكد أن المشكلة مع بغداد لا تقتصر على الرواتب ويصف طلب تسليم ملف النفط لبغداد بغير الدستورية إلى اللقاء